سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير على خير وبصحه جيده يا رب. يوم جديد وصفه جديده. اليوم البنات غنشارك معكم هاد الكيك من الكيك اليومي. كيجي زوين زوين بزاف بالجزر والقرقاع واللوز، شي حاجه زوينه زوينه البنات، غادي يعجبكم بزاف، غير جربوه وردوا عليا الخبر. خليكم على الفيديو حتى الاخير، ما تنسونيش من لايكات الى عجبكم، وتابعوا الفيديو حتى الاخير، ويلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا البنات غادي نحتاج 4 ديال البيضات متوسطين، ورشه ديال الملح، 8 غرام ديال الفاني، وكاس الا ربع ديال السكر. غادي نطلعوا البيض مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو، حتى يولي اللون ديالو ابيض. وغادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت، زيت المائده، وكاس ديال او علبه ديال ياغورت او دانون فاني البنات اللي كان عندكم او طبيعي اللي كان. هنا غادي نزيد 200 غرام ديال الجزر مبشور، خزو البنات يكون محكوك، حكاكه رقيقه، ومعلقه تقريبا ديال سكينجبير طري الا ما كانش ديروا الغبره، ومعلقه صغيره ديال القرفه. صافي، هنايا كنخلطوا الخليط مزيان. ومن بعد غادي نزيد 100 غرام ما بين قرقاع واللوز يكون مهرمش او نص مطحون. صافي، هنايا البنات كنخلطوا عادي، ومن بعد كنزيدوا كاس ونص ديال الدقيق. العملية سهلة البنات كما العادة، اي كيك عادي. اللي مختلف هو ديك المعلقة ديال السكينجبير مع معلقة ديال القرفة، كيتواتوا بزاف مع القرقاع واللوز والجزر. غير جربوها البنات، هاد الكيك غادي يعجبكم بزاف والله العظيم. هنايا البنات غادي نزيد اخر مرحلة 15 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة. صافي، وهذا هو القوام ديال الخليط على هاد الشكل. هذا غادي نستعمل هاد المول هذا اللي دهنتو بالزبده من قبل، تقدروا ديروا اي مول عندكم. صافي، هنا غادي ندخلوا الفران مباشره، فران عادي 170 درجه مده نصف ساعه، على حساب البنات، على حساب كل فران عندكم. صافي، هنايا من بعد ما طابت غادي نقلبها، وهنا غادي ندير واحد شويه ديال الشوكولات، المهم عينكم ميزانكم البنات، غير التزيين غادي نديرو في باماغي، غندوبو غادي نزين بيه هاك. بالنسبه للشوكولاته البنات راني زدت فيه واحد شويه ديال الحليب باش ما يكونش قاسح بزاف ملي يبرد. صافي، هنايا غادي نزين بهاد رقائق اللوز. تزينوا البنات كما تنقول لكم دائما، تزينوا باي حاجه عندكم في البيت. صافي، هنايا اخر مرحله غادي نزين بسكر كلاصي كما كتشوفوا. هنا غادي نقطع معكم واحد القطعه، غادي تشوفوا من الداخل كي داير. هذا هو القوام ديالها البنات، كتجي زوينه زوينه بزاف، رائعه بالمذاق ديال القرقاع واللوز والجزر، وخصوصا الزنجبيل والقرفه كيعطيو واحد المذاق اللي زوين زوين بزاف، خيالي. غير جربوها البنات، غادي تعجبكم بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من لايكات، واللي اول مره كيشوف القناه مرحبا بك، اشترك، يفعل جرس، دعم لنا، ونتلاقى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.